مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. لا شك ايضا انه هذه المشاهد من افضل الاشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كره القدم، المشاهد الرائعه جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الاهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من اجواء جنونيه في المدرجات. وركلة البداية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. هيونغ مينسون، تصدي رائع جدا من الحارس. لقطة كانت خطيرة جدا، ربما لم يكن ينبغي منها أن تسقط الكرة، ولكن القدرة الهائلة في استعادتها تؤكد لك مدى براعة هذا الحارس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لي كانغن، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. لمسة بينية موجود لإبعاد الكرة. عدت الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء، يلعب كرة على اليسار، محاولة تمرير كرة، كرة عرضية. هيونغ مين سون يستعيد الكرة سريعا. لي كانغن، لي كانغن يغير اتجاه اللاعب على الجناح، عنده مساحة خالية على الطرف.
يبعد الكرة إلى بر الأمان. مرت الكرة. نجحوا في تخليص كل الكرات. يسيطر على الكرة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. عرضية داخل ال 18. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. لي كانغن. فاتت لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الله على هذا التأثير. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، كوريا الجنوبية سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. كرة طويلة للأمام، كرة ممتازة، فرصة للتسديد. كرة من جهة اليمين، يرسلها داخل ال 18. تلعب الكرة إلى الأمام. كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. كرة إلى الأمام. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. أبعدوها وهذه رمية جانبية. فرصة للتسديد. أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. سون يونغ مين يحاول أن يلعب كرة بينية. يبحث عن المهاجم. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تغيير لاعب على الأجناب. تسديدة في اتجاه المرمى. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة طولية إلى الأمام. يلعبها لمنطقة الخطر. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. الوقت يمر بسرعة عليهم. لعب الكرة إلى الأمام. ها هي صافرة نهاية المباراة، ولا يزال كل فريق غير قادر على تحقيق الفوز رغم أنها 0-0.
أظننا استمتعنا بهذه المباراة، أداء كان عالي من الطرفين. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية.